بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه أجمعين، اللهم آمين. اليوم فريق الكاميرا تول صدر تحديث قوي جدا يخص إزالة حمارة الار ام ام وحماية كينوكس. حماية كينوكس خاصة بإزالة فك شفرة الشبكة أو كتابة السيرت. عداد خاص بحماية الجهاز موجود في سيرفرات شركة سامسونج. أما حماية الار ام ام، حماية تمنع ظهور الاو ام انلوك احيانا، او قد تظهر والحماية تكون ار ام بري نورمال، تمنع تفريش اي رو معدل او روت. الفريق اليوم دعمها. حسب الفريق تربط الجهاز على وضع التصحيح الاي دي بي، وفقط تجد الخيار انه الار ام انلوك موجودة ضمن خيارات الموديل تستعملها، وهذا فقط. الار ام لها مرادف وهي الكي جي ستيت. من تدخل على وضع الداونلود مود ستجد RMM State Pre-Normal، وتجد الـ OEM Look On أو Off أو FRB Look On أو Off. أحيانا تسبب الـ RMM اختفاء الـ OEM Unlock من قائمة المطورين Developer Option. الـ OEM Unlock هي إزالة إلغاء قفل الشركة مصنعة المعدات الأصلية، يجب تفعيلها حتى نتمكن من تفريش الجهاز بروم معدل أو روت إلى آخره. سابقا كنا مضطرين للانتظار لسبعة أيام حتى تزول الحماية بشكل ذاتي بشكل آلي، والجهاز يكون يعمل مدة سبعة أيام بدون تفليش، بدون عمل ضبط مصنع إلى آخره. سأجرب الأداة هذه الخاصة الجديدة. حسب الفريق كل الموديلات مدعومة وكل الفلاشات مدعومة وكل الإصدارات. ستظهر الـ OEM Unlock بعد إزالة هذه الحماية، وبعدها يمكنك تفليش أي روم معدل أو روت. المرادف للـ RMM هي الـ KG State. اليوم راح أجرب إن شاء الله على هاتف J4 Plus كما ترون، J415. هذا وضع داونلود مود كما ترون. كما ترون الـ FRP Look والـ OEM Look Off، الاثنان Off، لكن الـ KG State اللي هي مرادف الـ RMM State Pre-Normal. أي شيء راح نفلشه للجهاز راح يعطينا خطأ، أي شيء أقصد روم معدل أو روت سيعطينا خطأ. Only official firmware can be installed on this device. سأجرب إزالة الـ RMM. طبعا أول شيء راح نعمله ما هو؟ نحول الجهاز الى الوضع الاعتيادي. ونفعل وضع التصحيح الاي دي بي. انا فعلت الامور كلها ان شاء الله للوقت. ايضا تاخذ صورة من فلاشة الجهاز عن طريق الدخول الى الريكفري. انا عملت ذلك مسبقا. الان ننتظر الجهاز الى ان يعمل بشكل كامل. طبعا هذا التحديث اذا يعني اثبت نجاحه، والفريق ثقه، فريق موثوق، يعني سابقا اي اصدار كان تحديثاته حقيقيه، ليست كفريق الميركل وغيره تحديثاته وهميه فقط حبر على ورق. فهذا الامر اذا ثبت نجاحه فانه راح يخلصه من هواي مشاكل. يعني كانت مشكله الار ام ام تستوجب عليك تنتظر اسبوع. يعني يا اي زبون ما راح يقبل يخلي الجهاز عندك اسبوع حتى تعمل له روت او الى اخره. كما ترون جهاز عمل. كما أخبرتكم إلغاء قفل المعدات شركة مصنع المعدات الأصلية قد تكون مفعلة أو لا، وأغلب الأحيان قد تكون غير موجودة. نذهب إلى خيارات المطور. كما ترون غير موجودة هنا إلغاء قفل الشركة مصنع المعدات الأصلية. طبعا يجب الحذر قبل عمل الروت او اي شيء. اطلب من الزبون انه يعمل نسخه احتياطي من بياناته حتى لا توقع مشاكل معه، يعني لا سمح الله قد تم حذف بيانات الى اخره. ساختار اللغه الانجليزيه للقوائم. عفوا اعذرون على الاطاله، لان احب اوضح كل شيء.
الآن نذهب إلى نضبط ونتأكد من كل شيء مفعل. حسنا ما أعرف كل شيء مفعل إن شاء الله. أنا وضعت تصحيح IDB. USB debug يكون مفعل بالكامل. USB debug مفعل إن شاء الله. كما ترون لا وجود ل OEM Unlock. نذهب إلى الأداة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. نعمل read info. جار الانتظار لرد السيرفر. من المهم مع الكاميرا تولز انه تعمل كوبي لكل العمليات، لانه لا وجود للسجل اللوج، فقط ورك اي دي، والورك اي دي لا يراه الا الفريق. فالافضل تعمل نسخه من كل شيء حتى تعرف الاصدار الموجود على الجهاز الى اخره. كوبي اول، نجي هنا نتخذ نعمل لنا نوت باد جديد ونعمل كوبي بيست. طيب كما اخبرتكم نعمل إزالة الـ RMM في وضع الجهاز ويعمل. كما ترون هي هنا الخاصية RM Unlock أو Kinox Guard Unlock. نضغط RM Unlock، سنرى كيف ماذا سيحصل على الجهاز. الجهاز مربوط على وضع اعتيادي، نخول الجهاز إلى آخره. حسب الفريق راح تظهر لنا الـ RM Unlock في الإعدادات. جاري إزالة حماية RMM. الحماية الأمنية هي بتاريخ الأول من كانون الثاني العام 2019. كنت أعمل مع الفريق على تعريب الواجهة، لأنه التعريب اللي عندهم رديء جدا، سيء جدا، لكن لم أتلقى رد منهم لحد الآن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، استغفر الله العظيم. كما ترون الهاتف موصول، العملية تجري الآن. The operation in progress. كما ترون current state unknown، الحالة الجديدة unlocked، يعني المفروض الآن RMM غير موجودة. أنا كيف راح أتأكد؟ عندي حالتين، الأولى عن طريق الداونلود مود، نتأكد من حالة أنه RMM يجب أن تصبح تختفي او تصبح نورمال اقلها، حتى يمكننا من تفليش اي ملف روت او روم معدل. كما ترون مثل ما اخبرتكم نعمل نسخة من كل شيء نعمله. الجهاز اشتغل الان، ننتظر الآن يقلع بالكامل، يعمل بوت بالكامل. الآن نضغط السماح. نذهب إلى قائمة المطورين. حسب الفريق يجب أن تظهر لنا، لكن إلى الآن لم تظهر. نذهب الآن إلى وضع الداونلود مود. كما ترون الحالة لا تزال بري نورمال. طبعا عدت التشغيل للجهاز من وضع الداونلود مود عفوا، حتى نتأكد أخاف العملية تحتاج إلى التكرار أو إلى آخره، حتى نعرف أين المشكلة بالضبط. سعيد الكرة.
غريب، العملية فشلت مع العلم في المرة الأولى أعطانا نجاح. راح أجرب المرة الثالثة. إذا تذكرون مع مشكلة تصليح الشبكة، البارتيشن كانت تحتاج إلى وقت. راح نشوف الآن. مثل ما اخبرتكم هناك عاملان، الاول انه الاو ام انلوك تكون ظاهره حتى نعطلها، حتى الاو ام انلوك نفعلها. عفوا، ندخل على ديفلوبر اوبشن ونشوف هسه. ظهرت الخاصيه وهي تعمل ان شاء الله. تمام، هذا اول اشاره كما ترون هنا. عفوا، او ام انلوك. ننتقل للخاصية الأخرى وهي في وضع داونلود مود. كما ترون دخلت لوضع داونلود مود. ممتاز 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 ممتاز. حالة الجيجي ستيت تحولت من البري نورمال إلى تشيكينج. الآن يمكنك العمل بنجاح على الجهاز. آسف على الإطالة، أعتذر جدا جدا، آسف على الإطالة، حبيت أجرب الخاصية. هذا من فضل ربي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.